في غربتي هيهات فاطن، من أثى كبت الجوارح. لا تقول لي شنون ساكن، من ضياعي بالمطارح ينعتوني يوصفوني بالمواطن والوطن مسلخ ذبايح. اسألوا عني الأماكن بالقصص ذلوا فضايح. حنا للغربة رهاين، وشعبنا بلقى سايح. الشاعر حسن العايد، تدمر. فجر، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من حوار مع مغترب. حوار مع مغترب اليوم سيكون مميزا مع مغتربين. مغترب كان في الإمارات وجاء إلى سوريا، ثم من سوريا إلى تركيا، ومغترب من سوريا إلى الأردن، ومن الأردن إلى تركيا. أول شيء مرحب بضيفينا الكريمين، الله يكرمك، الأستاذ مصعب أحمد النعمي والأستاذ حنان أبازيت. الله يسلمكم أستاذي وراء. نحن مرحب فيكم، نشكرك أستاذي على الاستضافة الكريمة، الله يكرمكم. هي غربة عم تجمعنا، الباب شرق سوريا، بحيث بقول كمان من درعا، ومن درعا لعنا لجمعنا في تركيا. الغربة بتقرب الناس، هي من محاسن هذه الثورة انه عرفتنا لبعضنا قديش كنا نحن في عملية تباعد. عيفك من المدن، المدينة نفسها، يعني ابن حلب نفسه بين حارة وحارة، الحارة الشرقية والجنوبية نقول الغرب والشرق، ما كان يعرف. هون صار نتعرف على بعضنا، والغربة هي دائما أساس نقطة للانطلاق من جديد. وكل البلاد التي تطورت عبر التاريخ هي أصلا في اللي بيكون بلاد فيها الهجرة والغربة. بنحكي مع مصعد أحمد النعمي، نقول أول شيء أنت طالما عانيت الروحة مرتين، في البداية بدنا نسألك إمتى طلعت من سوريا ورحت على الإمارات؟ شقد كان العمر؟ خلينا نسمع معك. هلا الغربة بتعطي الحنية، الواحد بيتذكر. صحيح أستاذ، أنت رجعتنا يعني لزمان بعيد جدا. بداية أنا مواليدي 90، لما سافرنا على دبي بال92 يعني كان عمري سنتين، يعني هون بدايات التذكر. يعني كان 90 درست الروضة، هاي أيام كان بداية دخول مدرسة، بتعرف الإنسان بتذكر المواقف الأولى اللي له دائما. نعم. بداية الروضة، بعد الروضة دخلنا المدرسة الإماراتية الحكومية. نعم. درست من الأول حتى السادس، طبعا كان كل سنة سنتين انتقل من مدرسة لمدرسة، من مدرسة لمدرسة، بحكم أول شيء بالإمارات عندهم من الصف الأول للصف الثالث هي تعتبر مرحلة دراسية مختلفة عن المدرسة من الرابع حتى السادس. يعني كان يدرسونا مثلا أنسات، بس من الرابع حتى السادس كان يدرسونا أساتسة. يعني المرحلة الابتدائية هي على فترتين؟ تماما هي كانت عندهم. فالانتقال كان يكون أول شيء بالنسبة للمراحل الدراسية، بالإضافة أنه كنا نتنقل حسب السكن. يعني ما بيكفي الغربة من بلد لبلد، حتى من مدرسة لمدرسة يعني. تماما هي يعني فكنت دائما اتنقل من مدرسة لمدرسة، يعني ما ألحق أتعرف على الطلاب. نعم. حتى أنتقل على أعرف أصدقاء، يعني حتى أنتقل على المدرسة الثانية، أتعرف على الأساتذة، أنتقل للمدرسة الثانية. الشيء اللي كويس اللي أنا دائما بمدح منه بالإمارات هي، طبعا الإمارات أنا بمدح فيه سابقا زمن السابق، حاليا ما بعرف عن الوضع الحالي. نحن الله ما عم نحكي سياسي، بدنا نحكي اجتماعي. أنا بحكي حتى المنهج يعني دراسي. نعم. يعني منهج الحياة، منهج الأمور. نعم. المنهج الإمارات، أنا كنت في الإمارات أنا شوي. بس تتذكر أين إمارة؟ كنت في دبي. في دبي. في دبي يعني هي تعتبر الأكثر. نعم. تطورا يعني. نعم. بين الإمارات. نعم. السبع بالإمارات. نعم. المنهاج كان في شيء من التطور بهذاك الوقت. نعم. يعني القرآن تقريبا حفظته نصفه في الإمارات لما كنت في الإمارات. نعم.
بينما لما رجعت على سوريا أنا بعتبر التربية الدينية لسه كنت صف سابع. خلينا الله بالإمارات وما نرجع على سوريا. تماما. هذه الفترة اللي المناهج كنت متغيرة. طيب خلال هذه الفترة شو هي أكثر حاسة أثرت؟ أنت عم تتنقل من مكان أكيد في قصص. استاذ القصص كثيره يعني وكلها مؤثره وكلها خلي مستمعنا يسمع من استاذي. ممكن قصه يعني ما اتذكر قصص معينه يعني لكن دائما اللي كان ياثر علي استاذي ان انا سوري لهجتي مختلفه عن اللهجه الاماراتيه. نعم. فلما اتدرب حتى تصير لهجتي مثل اللهجه الاماراتيه ما تفرقني ابدا. طيب موقف اثر علي غير اللهم لون البشره. طيب في شيء موقف معين كان تاثر مثلا انت بهذيك الفتره؟ ما بس انا كان ياثر علي انه الاساتذه دائما يسالوني انت انجليزي شيء. هذه كان احس حالي غريب دائما انه احس حالي غريب انه انا بشرتي بيضة. ايوه. واللي حوالي كلهم سمران اماراتيين. نعم. لكن اللبس ما بفرق، اللهجه ما بتفرق. حتى كان في عندنا استاذ من حماه بتذكر كان يدرسنا العلوم مره يعني انفردنا انا وياه بجلسه قال لي مصعب انت من وين؟ قال لي سمعت انت من سوريا. قلت له نعم من سوريا استاذي. طبعا بحكي معه باللهجه الاماراتيه. قال لي مصعب طالما من سوريا ايش ما بتحكي معي بالسوري؟ قلت له استاذي انا يعني بين انه الناس كل كان يعني هذا مؤاخذه بحسوني دائما غريب، بشرتي غير، اسلوب التعامل غير. طبعا احنا عايش مثلا ببيئه متدينه على الاداب على الترتيب على كذا، هني شوي في شويه مثلا تحس مو اولاد كلن اولاد غنى وما في فوضى وكذا، يعني دائما طبيعتي مختلفة عن طبيعتهم كانت، أحس حالي غريب دائما. في تمييز كان؟ في شيء كان من التمييز، يعني مثلا أنا كنت مجتهد كثير، لكن عندهم كان ما كنت أكون دائما الأول على الصف، دائما يكون الأول إماراتي. يعني حتى في الامتحانات كان أنا بتذكر الأستاذ يجي ياخذ من عندي الأجوبة يعطي الأستاذ مثلا الطالب الثاني اللي ياخذ الأولى. ما بدي يخليك تصير أنت الأول. أيوه ما كان أول. كملت للثانوي لهنيك؟ كملت حتى الإعدادي. نعم. الإعدادي هون انتقلنا على سوريا الإعدادي. رجعت بالأمتين. بس الشيء اللي كويس بس استاذ بذكر لك يعني انا كنت يعني دائما احب انه الغربه تفتحنا لامور جديده. نعم. امور ما كنا نعيشها بسوريا بجزء بسبب الوضع اللي كنا بسوريا عايشينه، الفقر الجهل اللي. نعم. كان كتير موجود في الاماره كان الامور متفتحه. يعني كان استاذي انا بتذكر مثلا في مثلا صف خاص اسمه نادي الانجليزي، نروح على غرفتنا كله معلق انجليزي، تقوي بالانجليزي، فيديوهات بالانجليزي، سينما بالانجليزي، كله بالانجليزي. نادي اللغه العربيه، تقوي اللغه العربيه، كان مسابقات بالشعر، مين بيكتب شعر، مين كذا، دائما في مسابقات على مستوى الولايه، على مستوى الاماره يعني، وعلى مستوى الامارات كلياتها كمان. كان في تسابق سنوي بمهرجان دبي كان يقام، مهرجان عالمي. كان في يعني في اهتمام هنيك بالمواهب، مواهب بالرسم. يعني حتى حزت على جوائز كثيره بالرسم، كنت موهوب بالرسم، موهوب بالموسيقى، موهوب بالرياضه، كنت يعني دائما موهوب بكل الامور. ليش؟ لاني في اهتمام، في بيئه ترعى هذا الاهتمام دائما كان في. اما بسوريا هذا ما كنت اشوفه ابدا ابدا. يعني مثلا بسوريا حصه الرياضه يعطونا طابه يروح يلعبوا طابه، وممكن طابه شويه كده تعبانه وعم تدعبل شنو ما كان. يعني اذا في اختلاف في طريقه التدريس والمناهج كان في، وكان انت بالنسبه لك كان في مستوى عالي، ولكن يبدو انه في دائما اهتمام انك ما انك رقم واحد، دائما المواطن اللي تماما ما انه كنت متميز عنهم في كل الامور. يعني ما سوري دائما بيكون متميز بشيء. ورجعت بعدها على بدنا نحكي عن سوريا، بس خلينا ننتبه مع مغتربتنا اللي حنان نقول، والاسم حنان وبيجي حنية هلا مع الحنية بنقول الاسم التركي حنين على فكرة. حنان نقول نحن، انت بنت درعا وأكيد أول تجربة أدبية ما طلعي فيها كانت بوقت الأحداث. هلا صراحة طلعنا مرة حاولنا نجرب الغربة بالإمارات. نعم. الشارقة، ولكن ما قدرنا كأطفال يعني أنا وأخواتي نضل، فضل الوالد مغترب هو 17-18 سنة ويجينا زيارات ونروح له زيارات، بس ما قدرنا نستقر هناك كونه التعليم كان كتير غالي. نعم. وما قدرنا، الحظ ما حالفنا مثل أستاذ مصعب أنه ندخل مدارس حكومية، كان حصرة مدارس خاصة. نعم. كانت يمكن مدارس الخاصة قسطة بيكلف يعني قسط شهر عن راتب سنة كاملة لمدرس. نعم. في المدارس الخاصة. يبدو أنه المشكلة المادية مرتاح كان فيها مصعب، بالتالي ما حكى معنا فيها شيء رغم أنك اسمك أنا... مصعب يعني يعني صعب. نعم. تكمل مع لحنا. يعني عانينا الغربة مع غياب الوالد في هاي الفترة اللي قلت لكم عليها، بس خلال وجودنا بالإمارات لاحظت أنه يعني نحن على صغر سنة كنا نلاحظ الفرق.
مثلا كنت لاحظ انه صارت الساعة كذا ما قطعت الكهرباء بالامارات، مثلا كنا متعودين بسوريا وقت تقطع الكهرباء لعطل تقني يعني لما كانت الامور مستتبة تقطع اقل شيء 3 4 ساعات وقت بدها هيك تفصل. فلما استغربت بالامارات انه تكت بس هيك يا دوب 3 4 ثواني انا تفاجأت انه هيك قطعت كهرباء، فكانت كتير غريبة انه بتقطع الكهرباء وما حدا بيعرف وبيقولوا لي انه صار لها 10 سنين ما قطعت او صار لها كذا سنة ما قطعت، فكنت استغرب من القصة. يبدو حنان اشطر منا بالذاكرة، ويقولوا دائما السيدات دائما ذاكرة قوية عندهم. نعم. خلينا بهذه الفترة الطفولة اللي كنت فيها البسيطة بالامارات او ان كان بسوريا، اذا فيك شيء حاسة يعني في طرفة او في حزن اثرت فيكي؟ بالامارات نحن طبعا درعا الحارات شعبية والناس تعرف بعضها وكذا. بالإمارات طلعت على أساس أنه بالشارقة طبعا كنا أول ما شفت شخص هندي أنا جمدت بأرضي. هندي يعني قتل، ورجعت صايبتني صدمة قوية كتير. يعني كان لبس لا والله عم يعطيني درهم أو شي شغلة أنه اشتري، كان هو سواق المدرسين وقتها هنيك، بس أنا ما قدرت أتخيل أنه هذا هندي بشكله الهندي بتيب الهندي، هذا أكيد في وراء جريمة. ورجعت وشي أحمر وقتها. ارتعبتي صار شيء؟ ارتعبت ورعبت اللي معي شو في قتل حدا. لا هلأ رح يقتل حدا. منيح ما صار يعني لي أحد من رفقة يعني هلأ سيرة تتذكر مرة يعني بقول لي أنا صار معي يرقان ونمت 15 يوم في المشفى. هذا الزميل قلت له ليش كان يعني كان هذا الحكي عم بحكينا إياه بالسنوي، كان طفل يعني بهذاك. قلت له شو القصة يعني ليش أنت صار معك هيك؟ قال لي كنت عم بفطر الصبح. قلت له ايه؟ قام طلعت لقيت فار عم تفطر معي كده. ارتعب. وبالتالي الرابي اسر. طيب شي حادثه ربما هذا المنظر الهندي اللي اثر وشفت الشكل يعني يبدو انه شي غريب بالنسبه لي، في طرفه هيك حاسه كمان نحن نحرض مصعب بلكي بتذكر شي هلا حاليا كنت عم اقول له كمان ما بعرف ايش اجى اليوم على بالنا قصه الامارات من الصبح انه في حديقه معينه وحدائق الامارات فيها رمل. فكان في هيك نوع من الحشرات قالوا له ابليس يمكن اسمه، هذا كل ما طلع من الرمل نرجع ندفنه يقوم يطلع. قال شفتوا كيف هذا مثل ابليس، كل ما حاولنا نغطي عليه يعني نوع من الحشره كانه عم بسموه ابليس، كل ما طلع كل ما سكرت عليه بيطلع من جهه تانية. فانا على صغر سني متذكره هيك. بتتذكر شيء انت هذه الحشره؟ اذا سنبحث عن هذه الحشره ولكن بعد الفاصل. هلا يعني يبدو انه الامارات اللي راحت منها وقت مشترك، لانه مهندس الصوت عندنا غزوة شعبان كمان عاشت فتره طويله بالامارات، وبلكي بتعرف عن هذه الحشره. هو انا بالفعل عشت 10 سنوات تنقلت بين ابو ظبي والشارقه ودبي، بس اكثر مدينه بحبها هي ابو ظبي. هلا صار 3 امارات، دبي وشارقه. عشت بالشارقه تقريبا شيء 3 سنوات، بس أبو ظبي قعد فيها أطول فترة تقريبا 6 سنوات 5 سنوات، بحبها كتير. طيب هاي الحشرة بتطلع بتعرفي عنها شيء؟ هلأ أنا اهتماماتي مختلفة يعني. هاي نقطة. أو نقطة تانية بعتقد أنه أنا كنت شوي أكبر فما كنت انتبه لها الأمر يعني. نعم. دوت كنا شبر فوق الأرض فما شوف. شوف هالكلمة جميلة جدا حكتها غزوة الله. دائما بقول أحد الفلاسفة بقول بتعريف الفلسفة قال الفيلسوف كالطفل دائما يبحث عن الشيء ويسأل شو هو وراه، والطفل دائما بسأل عن الشيء، بس الإنسان بعد ما بيكبر أحيانا في أمور ما بهتم فيها، بينما الفيلسوف دائما بيصير اهتماماته مختلفة. مشان هيك كل واحد مغترب أكيد عم بيصير فيلسوف. يعني أنا ما فيني مثلا أحكي على الإمارات وما أحكي على البحر. نعم. يعني الإمارات مرتبطة بالبحر، مرتبطة بالصيد، مرتبطة باللؤلؤ. بيتنا كان على البحر عند يعني برج العرب. حلو بجميرة. نعم. هلا نحن نطلع برانين بالإمارات، خلينا بعد الفاصل نكمل. نشكر زميلتنا ومهندس الصوت عنا ومخرجتنا غزوة شعبان اللي شاركتنا، وهي فعلا كانت اللي مثل ما أقول الإمارات عندها في فترة، وهي كمان عايشة باغترابات. نهارا نسوي معك برنامج حوار مع مغترب خاص يعني. نرجع ونقول نحن رجعنا على سوريا،
رجعت يا استاذنا مصعب ودخلت على سوريا بعد التاسع، يعني بلشت انت هون الحياه الوعي. نعم. شو شعورك اول ما دخلت، خصوصا انت من منطقتين، يعني بحيث منطقه كان فيها مثل ما عم تشوف وسائل تقنيه ورفاهيه، ولكن انت غريب فيها، تعيش اغتراب لانه ما لونك مثلا غير لونهم. نعم. جيت على بلدك الله، ولكن صرت تحس كمان انت عايش في غربه، يعني اغتراب، وهذه معاناه المغترب دائما. صحيح. اول ما دخلت شو حسيت؟ يعني انا هاي بدي همني كثير. انا صف تاسع نزلت من الطياره او جيت بالطياره، نزلت شو حسيت اول شعور لك اذا بتتذكر عن دخلت؟ استاذي نحن رجعنا بال 2002 تقريبا، باخر 2002 كنت صف سابع. ايوه. اول دخول شعور، يعني استاذي لما بستقبلك مثلا واحد الامن هو مش يعني من بلدك، والتفتيش الدقيق واستنى الدور وهالامور كلياتها، هون تاخذ طبع تاني على البلد. انه هاي العيشه رح تدخل انت هون معيشه، هلا صراع مع الحياه، انه كل شيء هون صعب، مو بهالسهوله رح تقدر. نعم. بينما هيك بالامارات كان الامور كلها ميسره من ناحيه الامن، من ناحيه الامور الثانيه. نعم. كذا. فهون اخذت النظره انه انا هون هلا لازم ابلش اخذ صراع مع الحياه، اعتمد على نفسي، احاول اتواكب مع الوضع اجباري. نعم. لما رجعت، اول شيء سبب رجعتنا والدي كان فكرته انه بما انه حصل خبره في الامارات انه ينقل هاي الخبره لبلده، هاي كانت فكرته الاساسيه. الفكره الثانيه حتى يحافظ على ابنائه على حب الوطن، نعيش في بلدنا نحن موجودين، انه بما كسبنا هنيك الامور الضروريه الاساسيه، هون نعيش هلا نتعلم الامور بسوريا، كيف الحياه بسوريا، كيف طبيعه الحياه، كيف الامور الثانيه. فاول ما رد ادخل كنت انا، بما انه نحن عايش ببيئه متدينه، والدي شيخ ووالدتي كمان يعني دارس علوم شرعيه وكذا، فكان يعني مثل ما حبتي انه اتوجه للشريعه، فطلبت من والدي ادخل مدرسه شرعيه. والدي لكن ما قبل، قال لي يا ابني انت جاي هلا مبدئيا من الامارات، والمنهج في الامارات الامور اللي درستها انت هنيك اكثر صور وكذا، ما في يعني هالصعوبه. عنا نحن في سوريا المنهج أصعب من منهج الإمارات، صحيح أنه فيه حشو كتير وكذا، لكن أقوى من منهج الإمارات. فقال يدخل مدرسة العامة مبدئيا، شوف شلون منهج، وبعدها أنت بتحدد طبيعة دراستك، بتحب تكمل شرعي، بتحب تكمل علمي، بتحب تكمل أدبي، أنت عموجة بتحدد. كمبدئيا كان نصحني أدخل مدرسة العامة، وهذا اللي صار. أول سنة درست الصف السابع بمدرسة عامة، من بعدها شفت أنه توجه ديني، انتقلت للمدرسة الشرعية. يعني استاذي هاي قصة الغربة حتى ملاحقتي في المدارس، كل سنة كنت انتقل من مدرسة لمدرسة، من مدرسة لمدرسة، حتى في سوريا، حتى في سوريا انتقلت الصف الثامن للشرعية في مدينة الباب، درس فيها سنة، السنة اللي بعدها والدي سجلني في مدرسة شرعية منبج لمدة سنتين، كمان هنيك أساس مدرسة داخلية، وحتى أتعايش مع المجتمعات المدرسة، بما أنه مدرسة داخلية فبيجي من جميع المحافظات الجزائرية. هنيك كمان احتككنا مع جميع، كمان هنيك أحس حالي غريب، بما أنه مثلا جوز مثلا أغلب الموجودين جايين مثلا من القرى وكذا، أحس حالي كمان غريب معهم، وبما أنه أنا جيت متأخر كمان لعندهم، جيت أنا بالصف التاسع، كانوا هني قبل سابقيني بسنتين، فهني بيناتنا علاقة صداقة قوية، أحس حالي غريب مبدئيا، لحتى انتقلت للسنة البعدة لحتى شوية اندمجت معهم بمنبج؟ منبج سنتين، بعدها هون رجعت، بعدين كملت الشرعية الحادي عشر والبكالوريا، رجعت على الباب مرة تانية. يعني كانت أعاني غربة ورا غربة، يعني أشبه بقطار سريع بمحطة محطة. عادة الإنسان بيروح بنتقل لمكان يعد له شوي، بريح له شوي، بينما يبدو مصعب أحمد النعمي بيت القطارات السريعة بده ينتقل من مكان، لا ما يهدى يستقر في مكان حتى ينتقل. حنان شلون الوضع كان عندك أنت بعد ما رجعتي على سوريا من الإمارات؟ أنا فترة غيابي ما كانت كثير طويلة، لذلك ما استغربوا من رجوعي، لكن انه اجت من الامارات، شوفوا قديش تغيرت، انه طفله مثلا بتعرف تعد بالانجليزي للمية، بينما الانجليزي يعني لسه انا صف اول والانجليزي عم ياخذوه بالصف السادس، فكانوا كتير مستغربين انه كيف اثرت فيها الامارات هيك، بتعرف تحكي الاحرف كلهم بالانجليزي ونحن لسه ما بنعرفهم. كانوا يمسكوني يدوروني هيك على الطلاب بالمدرسه انه ها شوفوا بتحكي، وليون انا حس حالي مثل الريكوردر، مثل المسجل بس عم عيد. بعدين الواحد بصير بيعرف انه في اختلاف عسيرة الانجليزي. ما بعرف اذا قطعت الانسه حنان، انا جيت على الصف السابع كان لسه الانجليزي بالاحرف، مثل ما ذكرت الانسه بالاحرف، ف
فكان استاذ انجليزي بحب يعني يطور بالطلاب يقويهم في الانجليزي. انا جيت مثل ما ذكرت بعرف الانجليزي يعني بحكي انجليزي بطلاقه كانت وحافظان كثير مرادفات ومترادفات. فالاستاذ كان دائما يطالع ثلاث اربع طلاب ايش حافظانين يسالوني انا ارد عليهم انا مقابل مثلا يحط 10 4 هل هو مثلا دائما مشان يعمل مسابقات بيناتنا. حتى اختلفنا مره انا والاستاذ على حرف الاتش. نعم انا اقول له بالانجليزي هذا اتش ويقول لي اتش. هون هذا اختلاف يعني تصور استاذي وين كنا هذيك الفتره المستوى التعليمي كان عندنا بسوريا مع الاسف. كانوا يعتبروا اي شخص جاي من برا هو قصه نجاح بدهم. هو فعلا بيكون الانسان اللي جاي واللي بيكون هو قصه نجاح لانه اللي بيدوب هنيك وبيروح ما عاد فيه نجاح بيضل هنيك يعني مأساة. يعني بتذكر احد الشباب اللي كان احنا اللي شفناهم انه بقول ما شاء الله سهل انك تبني مستقبلك هنيك. ياما في شباب راحت وضاعت صحيح يعني انتقلت في اماكن غير اللي انت بتحكي. كان هذا الشاب جاي يدرس هندسه بمدينه او في دوله ما ضل اسمها الله يوغوسلافيا اللي تاسست. كان الحكي بال95 هذا اللي نحن عم نحكيه وكانوا مخلصين. وعبقوله انه حتى اخر فترة اللي صار فيها انفصالات بالتسعينات وعبقلنا انه هذه الدولة اللي انفرطت كذا من الصعب جدا انك انت تحقق العمل الموشغلة سهلة. طيب نحن الله في ظلينا بسوريا انت عم تدرس الشريعة انت ايش كفيتي دراسة بكلية التربية بجامعة؟ كلية التربية قسم علم صف. ليش اخترتي القسم؟ هل العلامات الأهل تقول أنت بتحبي التدريب؟ لا والله الأهل رغبة الأهل. رغبة الأهل. أنا كان دائما توجهي في نوع من القوة. أنا كنت دائما حابة أدرس كيمياء واشتغل شيء تفاعلات كيميائية والعلاقة. لكن الأهل نظرتهم إنه أمامك خيارين إذا مو صيدلة لفتاة تدريس بينما علاماتي كانت تأهلني لفرعين هندسة. الكيمياء كويس يعني الصيدلة قريب من الكيمياء يعني كان يعني. هن بيشوفوا النظرة الأبعد إنه يعني أنا رح مثلاً يكون في مجتمع مختلط زيادة عن اللزوم بينما التدريس إنه فيك دوام معين دوام محدد والصيدلة أنت لك صيدلية مكان واضح فيك تقعدي فيه بينما الهندسة كان فيها كتير انتقال وفيها ممكن تخالطي كتير بشر وهيك. هي نظرة الأهل يعني. وبصراحة تفاديا للمشاكل يعني هذه من احد المشاكل لازم نتخلص منها انه هي فعلا انه الانسان لازم يعيف. شوف يلا في فرق كتير. هلا مصعب بيحكي لنا بيقول ان الوالد كان عم بيقول له شو لازم تختار ولكن السؤال هل كان يطبق هذا الامر بالنسبه لاخته لازم. يعني هذا الامر نحن هذه الزواجيه لازم نتخلص منه. واظن هذه الفتره هي فرصه للتخلص من هذا الشيء. لا بصراحة نفس لإخواتي حتى الشباب كان كمان نفس الخيار. عندي أخي نفس الشيء درس كلية تربية معلم صف رجل يعني شاب ما كان في عندهم تفريق لكن هنا عندهم نظرة أنه حتى الإنسان ما يعني ما يصطدم بالواقع كتير ما يكون عندك تصورات وتصطدم بالواقع. يعني ما مقتنع أنه في عنا هندسة يعني هيك شيء سلام أو يعني موجهة بطرق معينة أو كذا. ولكن أنا صح الفرع ما كان مثلا مثل ما بدي إياه بس ما بستسلم وخلص إنه هون انتهت الحياة. أنا بعد ذلك اتجهت لأنه تمام ما بدي تدريس لكن بدي أشتغل أبحاث تربوية. يعني عجبتني فكرة التربية وليس فكرة التدريس كمدرسة فانطلقت بهذا. رح نحكي بهذه الأبحاث بشكل مطول بالقسم الثاني ولكن بعد الفاصل. متابعي راديو فجر ما زلنا مع المغتربين أو المغتربين ولكن عم نحكي مع حنان وبعدها معنا مصعب. حنان بزيد من درعا التي بدأت منها الثورة وتفجرت على يد أصابع فتية وقالوا بعض الكلمات نحن نريد الحرية وبدأت من درعا وهذه الشرارة التي انطلقت ولتعمق البلاد سوريا. حنان انتقلت في عام 2011 في تلك الفترة إلى الأردن. حنان قبل ما تطلعي من لنحكي مع مصعب فيما بعد في هذا الأمر أنت قبل ما تطلع بال2011 قبل ما تطلعي على الأردن
مختصر بسيط ما يمكن، يعني حدث كثير عن الثورة ونحكي مشان ما نكرر، بس بدنا نسمع شيء ما سمعه الجمهور أو المستمع. عن بداية الثورة أنا حضرت أول تظاهرة سلمية انطلقت من مسجد بلال الحبشي في درع البلد، بيتي كان هناك وشفتها كانت سلمية بحتة، وكتير فرحنا أنه ممكن يصير عنا تغيير بدون إسالة دماء. ولكن تفاجأنا، يعني نحن مبسوطين وعم نضحك ومبسطنا أنه الناس عم تتفرج علينا، يعني الطرف الآخر اللي هو حاليا عدو. بمجرد نزلت انطلقت أول رصاصة ونزلت أول قطرة دم، فورا فهمنا الأمور لوين سايرة. حتى أنا حضرت حصار مسجد العمري وحصار درع البلد لمدة 15 يوم. نحن كان في عنا مي وكان في عنا فتات خبز، لكن بيت عمي مثلا عائلات ثانية ما كان عندهم فتات خبز 15 يوم نطالع خبز يابس ونأكل. فهي الأحداث أنا بتوقع لو مر عليها 100 سنة ما رح تنتسى. الوصمة النفسية هي ما رح تروح. تكبيرات الجامع العمري أنا لحد الآن أي تكبيرة عيد بسمعها ترتبط مباشرة بتكبيرات الجامع العمري وقت دخلوا عليه وكذا وصارت مثل أشبه بمجزرة. فذكريات الثورة لا تنتسى وهي حق، وهي حق مهما أخذ يعني تلعبت بعد فيها بعد ذلك السياسات والإرادات اللي اجت يعني رغما عنا، ولكن هي حق. نقول لأنه بهذه النقطة كثير أنه في بعض الناس الله بلش يقولوا أنه هذه الثورة الربيع العربي ما هي إلا عبارة عن مؤامرة دولية لتغيير. هذا تفنيد وهذا كذب من هذا الكلام الشاهد، هذا للتاريخ راح يكون. هي ثورة بحق، ثورة سلمية بدأت وكانت وهي ثورة أساسية سلمية تطالب بأبسط حقوقها. بس اكتشفنا أنه العالم كله بالأخير ضد هذه الثورة. في شاهد ما بعرف إذا يمكن نقوله، يعني شاهدنا اللي هو كان أمر كتير مريب، أنه هي تعسكرت بفعل فاعل. يعني نحن قدام عيوننا لما الناس واقفة سلمية في ناس اجوا حطوا لها سلاح بإيديهم، ونحن طبعا الواحد كان بارود الصيد ما يسترجي يمسك بهذه الكلام صحيح. إذن ففي شيء فرض علينا ما نحن اللي اخترناه، طلعنا سلمي في ناس فرضوا علينا شيء تاني، هو جبر النظام لأنه يسويها حتى يلاقي حتى يقدر يضغط عليها، والناس دخلوا في هذه الأمر. تمام، هاي صورة الدرع. وبعد ذهبت إلى أردن، سنتحدث ما هناك في الأردن ومن شجون، ولكن ننتقل إلى صديقنا حد أنا ما قلت أنه أستاذ شريعة، لأنه بعدين نحكي في هذا الأمر درس شريعة. عدد الشريعة نحب يشوف واحد لبس طاقية ولبس له قلبية ولبس له كذا وعطية هيك، ونلاقي شيخ مدرن هيك أستاذ مصعب، يعني نحن فرحين جدا. هذه الحياة الأساس الحقيقة للإذاعة. 2011 طلعت من سوريا حضرتك؟ نعم. إذن مرحلة بعد وأنت بالجامعة بالأخير السنة الرابعة، وقت السنة الرابعة بلا وكنت في إمام جامع. نعم. وثورة موجودة، حدثنا عن هذه الفترة أستاذي. الثورة مدينة الباب معروفة من أوائل المدن اللي كانت بالثورة. نعم. الحمد لله، وهلأ بسمعونا بالباب كمان. نعم، نوجه لهم تحية للجميع إن شاء الله. والدي معروف كمان موقفه في مدينة الباب، يعني مشهور على مستوى مدينة الباب، حتى له كان يعني أعمال بالريف الشمالي. نعم. هذا شيء بأثر علينا طبعا. والدي كان دائما بأن يا ابني سلاح أي شخص ممكن يقدر يشيل سلاح، ممكن تدريب بسيط يقدر يشيل سلاح، لكن الفكر مو أي واحد بقدر عليه. نحن لازمنا ثورة فكر كمان أهم من ثورة السلاح. إذا الشيخ أحمد النعمي عم بيحد هذا الكلام والمستمعين يمكن يتأددوا هالكلام هم جدا، في شيء أقوى من السلاح الفرد، هالطبنجة هذا اللي بتدور في يرصاص. نعم. في شيء اسمه الفكر، سلاح الفكر. نعم تفضل. فكان والدي دائما أنه يا ابني، هل نحن بحكم أنه نحن شباب وفي عنا فورد شباب مثل ما بقوله، كنا نريد نشيل سلاح ونمشي. قال لي يا ابني بدك أنا هلا بجيب لك سلاح، ما في أي مشكلة، لكن أنت كطالب شريعة الجبهات بحاجة لطلاب العلم، الجبهات أنت عندك دور. أنا كنت عامل دورة إسعاف وعامل دورة تمريض قبل الثورة يعني. فقال لي الناس اليوم بحاجة لمسعف، بحاجة لناس تساعد إنسانيا. اليوم سلاح أي واحد بقدر بشيله، بس فكر ما بقدر. اليوم الجبهات بحاجة لناس تشجع، لناس توعي تثقف. نحن بحكم كنا حكم النظام كان أمور الجهاد مغيبة عنا تماما،
حكم الجهاد، حكم الأسر، حكم الغنائم، كله مغيب عنا. فقه الجهاد كله كان مغيب عنا. كنا لما ندور على فتوى نستصعبها لأني ما عايشين هالجو. وأنا كمان اشتغلت في جبهة علماء حلب، كمان كنت عضو فيها، كنا نتعذب كثير حتى نلاقي الفتوى. يعني هذا روح إنسان، اليوم عم تشتغل بروح إنسان، ففي صعوبة حتى تطلع فتوى قتل إنسان لا سمح الله أو شيء. يعني هدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من قتل مسلم. فكثير أمور كنا نتعذب إن شاء الله. فالوالدي كان دائما إن الفكر يا ابني، الفكر أهم شيء، الفكر ركزوا على الفكر. الجامعة لما كنت أنا أريد مثلا، قلت له بابا يعني حكم شباب لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس، هيك كنا دائما نصيح كشباب. والدي قال لي يا ابني الجامعة للرئيس شيء، الجامعة أنه العلم أنه رح تبني فيه الوطن، أي جامعة ما يقله، كملوا دراستكم، هذا العلم هو رح تبنوا فيه البلد. هيك كان دائما والدي قال لي. لكن بحكم الظروف درست للسنة الرابعة ما قدرت أكمل، بحكم اختلافي مع الأستاذ يلي هو من الطرف الآخر ونحن من مدينة الباب، فكان صعوبة. هذا أحد الثورة. وبأثناء الثورة اشتغلت في مشفى ميداني، كنا مسعفين، وكنا أسسنا بداية منظمة إسعافية ووجه للشباب المدني هلأ لأكمل الطريق لنا، وحطوا روحنا على الكف. وكثير من زملائي استشهدوا كثيرين، والله يرحم الجميع ويرحم لكل جميع الشهداء. ما كنت حابب أطلع من البلد أبدا أبدا، لكن والدي قال لي نحن هلأ حاليا رح يصير ارتباطنا مع تركيا، فطلعت أتعلم لغة تركية حتى نقوي العلاقات. وبها الطلعة صارت الظروف السياسية، دخلت القاعدة والداعش وكذا مدينة الباب، ما عدنا نقدر نرجع المدن، فبقينا هون. انت بطلعتك رأسا جيت على أول شيء رحت بورصة شهرين، بعد مباشرة رجعت لقيصري. كمان متنقل مما كان وكان، دائما حياتك وسكنت في أنقرة فترة، وأنقرة حتى جيت سكنت في عنتاب فترة كمان، وسكن في عنتاب. يعني مصعب بسمعينا وتابعينا باليوتيوب، مصعب أحمد النعمي مرة في عنتاب، يعني نقدر نشهد له أنه مرة بالعنتاب. نعم. أي واحد فينا هون وفي بحضراتكم اللي دحلوا بكرة بالتاريخ رح يصير يعني قدوة في أن هذا جهاد مو قليل أنه جي أنا. بس نكمل الغربة بقى ما خصها مع الأردن، ولكن بعد الفاصل. تابعي راديو فجر، عدنا الآن مع المحور قبل الأخير، يعني هو الأخير معنا 7-8 دقائق 10 دقائق. خلينا نبدأ مع، لأن باعتبار أنت من 2011 رجعت يا مصعب على تركيا، بينما حنان إلى فترة معينة طبعا من طبيعتها راحت على الأردن، سنتين في الأردن. تصفين الأردن لأنه الأردن بيقول صعب جدا بالنسبة للسوري، بقى شلون تعطينا صورة عن الأردن؟ نحن بحكم قرب الأردن من درعا، نعم، فكنا حتى وقت رحنا على الأردن سكننا بمنطقة كتير قريبة من درعا اللي هي الرمسة، نعم، إحدى تعتبر محافظات إربد أو هيك شيء، فما قدرنا نبعد لدرجة كنا بالوقت يصير في قصف على درعا تحسوا فيها؟ لا، كنا نشوف دخان منازلنا أمام أعيننا. أوه. فما قدرنا نترك بسهولة. حتى أنا كتير ناس راحت أربد لعمان من أهل درعا، يعني راحوا سكنوا هناك. أنت ضليتوا في هالمطر؟ ما قدرنا نترك، لأنه نحن وراء هذا الجبل إلنا بيت، وراء هذا الجبل إلنا مزرعة، وهذا الصوت اللي بالحد الفلانية هو جاي من الحي الفلاني من درعا، الصوت الفلاني اللي من هديك الجهة جاي من البيت الفلاني، فكنا نعرفهم. وأخي ما ترك درعا، فكنا على تواصل مستمر بهذيك الفترة، يقلنا أنه هي الطائرة اجت على المكان فلاني، فكنا متابعين حدث أول بأول، ما قدرنا نبعد، قلنا جزء منا هنيك. طيب شعور هنيك اني باعتبار انه هل كان تحسي انه في رجعة بك قريبة ولا كانت طويلة او شو؟ وخلال تواجدي بالأردن كانت رجعة كتير قريبة، رجع على سوريا كانت كتير قريبة. من الأمل كبير كان، تعامل الأردني شلون كان معكم؟ فيه الخير والبركة، لكن الأردن ذاتا هي وضع صعب. ليش اخترت سوريا؟ قد تركيا؟ تركيا فيها إمام عادل لا يظلم عنده أحد،
واخترت تركيا مهنيا. بالضبط. الأردن صارت طبعا ما في أذن عمل، ما في شيء اسمه عمل للسوري حتى، ولا إذن عمل يعني بتطالب بإذن عمل، ما في شيء عنا اسمه إذن عمل، أنت بتضل قاعد على المساعدات. أطباء ما قدروا يشتغلوا. طبعا أنا تدريس حاولت أشتغل بمدرسة خاصة مشي الحال، ولكن إذا إجا التفتيش أو شيء إنه فيك تتخبي أو كذا. حتى بالمنظمات اللي بتشغل سوريين بالعادة أو هي للسوريين ما في تشتغل، فيك تتطوع، اسمه تطوع بأجر معين ولكن بنظام التطوع. لذلك ما كان في أفق، يعني يا دوب الواحد هناك يقدر يأكل ويشرب وما يفتح تمه ليضل ساكت مستور مثل ما بيقولوا. يعني غربة وكربة. بالضبط. يعني بحس إنه المصيبة هنيك إنه بحس إنه تحسي قريب منك لغتك منطقتك قريبة منها الحدود نفسها. يعني إحنا من وصلنا على الحدود كل اسم نلاقي الأراضي نفسها صار اللون نفس اللون الأرض، وصلنا قريب نشوف ريحة الوطن. نفس الشيء أنت الوطن قريب، مع ذلك كان معاناة، وانتقلتي فيما بعد إلى تركيا. وين جيتي بتركيا؟ كلس. اجت لك كلس، المنطقة الجميلة اللي أنا من كلس لعنتاب. أنا بعتبر كلس وطني ثاني من الأردن. أنا وطني درعا ثم كلس، وأنتي ما إلى كلس كونه أول هوية تركية كانت كلس، والجنسية التركية أخذتها من كلس، فبحس أنتي ما إلى كلس. نحكي معك نكمل، ولكن خلينا نضل مع أستاذنا مصعب ونقول إيه جينا تركيا. تنتقل من مكان لمكان، يعني بالفعل أنت ستطبق أن ولو غادة سمان إلى كتاب جميل جدا عنوانه أنا بحبه، اسمه الجسد حقيبة السفر. بالنسبة لمصعب نحن بنقول جسد مصعب فعلا حقيبة السفر، يتنقل من مكان إلى مكان. نجي هلا نقول بقى نحكي عن مين هذا مصعب الذي يدرس الشريعة وماذا يفعل في تركيا حاليا. أنت دخلت على قيصري، خلينا مستمعنا يعرف الآن دارس الشريعة الذي يكمل الآن دراساته في الشريعة، وأكيد بتعطي بعمل هلا جمعية وهي جمعية الأنصار السوريين في مدينة قنصري تدعم السوريين. خلينا نحكي عن نشاطك وأفقك الدراسة وتوجهاتك، إذا خلصت شو بدك تسوي وشو مساعدات أستاذ. مشان أختصر الوقت، أول ما جيت قيصري كان فكرتي أن نجمع السوريين حتى نكون يعني تجمع، مثل تجمع يكون ثقافي، نكون هذول يعني إيد وحدة ما نتفرق مباشرة. فكنا كل سبت كان في عنا جلسة، أي سوري جديد بيجي على الجلسة هاي، لازمه أمور قانونية، لازمه عمل، لازمه مساعدة، أي شغلة بخلال هالجلسة كنا نجتمع سبت كل سبت. كنا من بعد هاي الجلسة شكلنا فريق شبابي تقريبا من 10 أشخاص، فتحنا معهد قرآني، لأن أغلب كان الموجودين كمان كان خريجين شريعة. نعم. ومن حفظة القرآن كذا، معهد قرآني كان لسه بداية السوريين لسه قليل جدا كان عددا في قيصري، لأن شروط قيصري كان لسه ما هي مساعدة إنه يكون منطقة للاجئين. نعم. حتى أنا لما دخلت قيصري دخلت بكفالة واحد تركي، وكان عندي جواز سفر رسمي وكذا، يعني أمور رسمية. شكلنا فريق تركي، بعدين عملنا على إحصائيات للسوريين مشان نفتح مدارس، وكثير يعني فتحنا مدرسة محلية بدعم جمعية الإيهاها. من بعدها صارت تفتح مدرسة رسمية عن طريق التربية التركية. شوي شوي صارت تطور الأمور. نحن بهالفترة عم نعمل نشاطات شبابية سواء للأيتام، سواء للتعليم، سواء للأرامل، أي أمور يعني خاصة السوريين، حتى أحيانا محاضرات دينية، أحيانا توعوية يعني طبية، أي شيء نحاول يعني قدر الإمكان نشتغل كنا. لكن ما كان عنا أتلك يعني البيئة اللي تساعدنا، يعني كنا شباب من أنفسنا نحاول قدر الإمكان نقدم. حتى بالأخير تواصلنا مع والي قيصري، طرح علينا فكرة، طالما هيك ليش ما تصيروا أنتوا جهة رسمية حتى إذا نخاطبكم خاطبوا خجها. فكان تأسيس جمعية أنصار السوريين في قيصري. الجمعية طبعا فكرة تمام، فكرة أنه نقدم مساعدة للسوريين، ما نعطي سلة غذائية. نحن هذا الأمر مستبعدينه كاملا. نحن فكرتنا يكون السوري منتج وليس مستهلك. نعم. هو والسوري دائما معروف من طول عمره. نعم. إيده معطاء في الخير. نعم. مشغل. هاي كان فكرة جمعية أنصار السوريين، فعلى هالأساس اشتغلنا فيها. كنت الجمعية إنتاج فكري ولا جسد؟ يعني عمل مهني ولا فكر؟ الإنتاج اللي بجمعية الأنصار؟ هلا الأغلب كان فكري. نعم. الأغلب كان فكري. بالنسبة سألتني استاذي على الشريعة، أنا بالنسبة للشريعة بما أنه حكم وقتي كتير ضيق، لأني كمان التزمت في المدارس، صرت مشرف في المدارس السورية وسلموني إدارة مدرسة. نعم. وكذا، يعني أمور كتير كانت ضيقة، يعني في اليوم الواحد كنت أروح على 3-4 أماكن. نعم. أركب 15 باص مثلا، روح أرجع وكذا. نعم.
يعني وقت كيكين ضيق ارجع الساعه 2 3 في الليل يعني خاصه حلوه بس قيصري هاي يعني وصغيره قيصري مرتبه وصغيره مو رايقه فالوقت كان كتير ضيق فما كنت دراستي كتير كنت يعني ما اهتم فيها حتى اللغه التركيه ما قويت فيها لاني ما التزمت بالالتزام سجلت بجامعه ارجس وكنت من الدفعه الاولى اللي تكمله طبعا استكمال نعم استكمال وسجلت بجامعه طرابلس لبنان كمان لا. كمان استكمال وكملت دراسة عن بعد جامعة لاهاي هولندا كمان تخرجت منها هي طرابلس إن شاء الله الفصل بك إن شاء الله تخرجت منها كمان هلا جامعة لاهاي هولندا شو اللي درست فيها؟ كمان شريعة أستاذي هولندا في شريعة؟ نعم أستاذي بلاد أوروبا تدرس دروس معلومة ونحن مع كل تحريم عن بعد طبعا فهذا أستاذي أنا توجهي شريعة أترك لما كنت صف سابع والدي حطني في مدرسة عامة وتهتم بهذه الشباب لا نحكي مع هذا طالما الشباب وخلينا مع حنان واللي هي بمنظمة مستقبل من أجل سوريا مستقبل سوريا زاهر يعني دائما بقوله من أجل سوريا بقول كلمة زاهر يعني في أمل وأفق ونحن عادة ننهي البرنامج في عن مستقبل سوريا وأنت طالما هذه المنظمة وأنت مسؤولة المراقبة والمتابعة فيه وعبسي دورات تدريبية كمان فيها وهي من الأساسيات التقيتوا مع بعض وتهتموا بالشريحة الشاب رؤيتك وتصورك نشاط المستقبل السوري الشباب كيف شو يكون إذا بدي بني مستقبل البلد في كيف يرى مستقبل وخليني وقت قبل ما أحكي اسمحي لي أقول هالكلمتين إجا وقتها العالم عبد الله أو عبد الرشيد إبراهيم كان يقول دائما في كتابه رحلات وهذا عالم اللي أسس الإسلام في اليابان وكنا عم نحكي قبل الحديث فيه نعم يقول بهذا الكلام أنه في كل بلد كان يروح عليه يسأل يقول له شو بدك المستقبل ما هو مستقبل بلدك ومن طرفه أنه عند كان في اليابان لقى مجموعة من الكوريين يعملون حتى عند اليابانيين والصينيين قام سأل واحد منهم قال له شو مستقبل بلدك قال صار يبكي هذاك يقول له نحن ما لنا مستقبل نحن مثل البهايم عم نشتغل ما في شيء تاني هذول الكوريين اللي صاروا هلا وتوصلوا نعم ما هيك في عنا مستقبل لأن المسلم دائما عنده أمل أكيد الإنسان السوري بالذات بيعيش مكان دائما نشيط ولا بالأجرة مستقبل سوريا الزاهر كما تراه حنان أو حسب المتابعة وكيف لازم يكون لنعيف لك دقيقة بعدها أنا رح أحكي مو من وجهة نظري لحالي في كان فترة من فترات اشتغلت فيها بالمنظمة جلسات حوارية مع كل فئات فئات المجتمع السوري يافعين مراهقين نساء شباب رجال عاملين سبحان الله كان أجمعوا جميعا أنه سوريا لا يبنيها إلا العلم نعم حتى لو يعني هدمت ماديا بأيادي يعني جاءت خارج عن إرادتنا ولكن لن يبنيها إلا العلم نعم حتى شاركنا أحيانا بمؤتمرات تعليم مؤتمر دولي لتعليم طيب السوريين ذكرتيني لك بحثين أنت في هذا الأمر نعم بحث اسمه طرق التعلم غير التقليدية وصال اتصال كيف ولو تحكينا عن البحثين إذا طالما ضمن هالمستقبل إذا بيفيدوا بهالشيء شو الملخص البحثين طبعا وسائل التعليم غير التقليدية لأنه السوريين يعني أوذوا في تعليمهم يعني كان في هدم لمبادئ التعليم لأنه دائما المناهج مؤدلجة وفي أيدي يعني بتحاول يعني تلعب على هالوتر لذلك شفت أنا أنه خلينا نأخذ طرق غير تقليدية مثلا تعليم منزلي تعليم افتراضي تعليم مقلوب وشفت استعرضت تجارب دول تانية بهذا التعليم مثلا الإمارات حكى قبل شوي مصعب أنه مناهجهم كتير كويسة شفت تجربة الإمارات مثلا قطر أخذت المرتبة الأولى عالميا بالتعليم أدرجت التجربة وشفنا حيثياتها شفنا مدارس في الهواء الطلق شفنا مدارس خضراء هاي طيب الأمور اللي درجتها ببحث إذا المستقبل أنت اختصرتين المستقبل هو بالتعليم يجب أن نغير وفي عندك أفق بهذا البحث كمان أنه طرق معينة بالتعليم اللي بتحكي فيه في البحث الثاني كان وسائل اتصال كيف لو يعني ممكن تشرحي لنا يعني هذا جذاب يعني كيف لو يعني كيف لو نفترض أنه على فكرة هذا يعني عنوان حمصي ها صح أكي شلون قلت صح يعني العبارة كيف لو شغلة حمصية يعني كان في معي زميلتي هيك حمصية يعني لقطة أنا
ماذا لو بس أنا قلت هيك كيف لو نعم لأنه زراف الحمصيين وأسكياء وبنقوا هيك يعني بس بصماتهم بيني وسائل الاتصال كيف لو كنا نحط أنه خيارين الاستخدام الصحيح والاستخدام الخاطئ فممكن الاستخدام الصحيح لو فتحنا الأفق أكثر ممكن يوصل لآفاق نحن يعني خيالية فكنا نمشي مثل على فرضيات البحث الافتراض الفلاني يوصل لنتيجة الفلانية على الأساس المنطقي بسبب ونتيجة سبب ونتيجة فكنت رح نستقبلك بإضاءات مدنية يعني مو الأسبوع هذا الأسبوع الجاي نحكي في هذا الموضوع بشكل مهم جدا في قسم التعليم وفي مثل فيك تقول مقالتين صغار كتبت عن طرائق توليد الأفكار وأهمية التنوع والاختلاف في المجتمع هذول كمان إذا منتمنى أن المستمعين اللي بيهتم بهذا الأمر يتواصل معنا ونعطيهم هالمقالات بكي يستفيدوا منا إن شاء الله يستفيدوا منه في العلم وأنت مستقبل سوريا شلون عم تشوفها يا مدرسنا الشريعة تلا بس أنت من الناس اللي أنا فرحانة كثير يعني حطمت بالنسبة إلي إنه الشريعة دائما يعني هو ضروري اللباس بس يعني هلا جبه والعمي ما شفناها يعني هلا واحد يقول للشريعة ماذا ترى المستقبل أستاذي التاريخ هو أكبر شاهد على مستقبل سوريا دائما سوريا بعد كل حروب كانت دائما تنهض بقوة رغم كل الصعوبات بس 200 سنة صار حروب على طول ما نحن منحطمين أين تاريخ هذا يعني أستاذي عمر التاريخ كامل يعني بعد من الأسرار اللي سأقوله وأنا خطت إنه هو من أهم الكتاب اللي بيحبه هو الدكتور علي الطنطاوي نعم الشيخ علي الطنطاوي نعم الشيخ علي الطنطاوي في من كتاباته البواكير يقول فيها في عام 1930 من كتاباته أهم مشكلة عندنا هي العلم نعم وأن نتعلم في المدارس التاريخ الفرنسي أكثر ما تعلم فيه تاريخنا يعني القصد أنا ليش جبت هالسيري هون أنه من 100 سنة نفس المشكلة نحن متواجدين عليها كيف نتجاوز هالميتين سنة كيف رؤيتك أنت يعني هذا الرأي نفس الشيء كمان بشارك الأنسحة بالعلم هل احنا عم نشتغل عليه الشباب هلا الجيل الطالع ممكن نعم. الجيل القديم شوي فيها صعوبه لكن الجيل الجاي ان شاء الله باذن الله هو طيب اللي انتوا نموذجان ومشرفان حضرتك وحضرته بين عشتوا باغتراب شفتوا مدارس تعليم وجيتوا نشاط واسستوا كونتوا نشاط نعم. الشاب اللي طلع هلا اقول لي انا بدي بفكر انا ايش لازم اسوي شو بتنصحه استاذي يعني يفتح افاقه للدنيا انا بنصحه وبتعلم أكثر يعني أنا على مؤخذ أنا اختصاصي شريعة نعم. لكن حاليا إذا بعدت لك أشياء اللي أنا دخلت الاهتمامات الثانية مثل كتير أمور أستاذ يعني عادة مثلا ريادة أعمال مثلا الحياة يعني أمور حياتية عادة بس أنه الدين مو بس فقط عبادة الدين هو حتى نعم. حياة كاملة متكاملة ريادة أعمال دخلنا فيها مثلا تدريبات دائما في عنا تدريبات الابتكارية لازم الإنسان يكون مبتكر وكذا يعني قلت لك أستاذ يعني تعلمت مثلا التمريض الإسعافات ولو أحيانا بتعمق فيها شوية يعني كتير أمور إيش بتدي أستاذ يعني بأي موضوع بتحاكيني فيه يعني غالبا بيكون داخله يعني في يعني بحب الشباب يكون دائما يكون طموح ويكون عنده يعني سعة أفق يعني إذن العلم والطموح هما أهم نصيحتين بتقدموها للشباب ويتمسكوا بالأمل والهدف طبعا الأمل والهدف حوار مع مغترب اليوم سعيد جدا أنه قدر يلتقي مع نموذجين رائعين نحن بالأكثر أستاذ مصعب أحمد النعمي والأستاذ حنان أبا زيد من الدرعة ومن الباب ونعم الحلاب ونشكر الغزوة شعبان المهندس الصوت ونشكر المستمعين على حسن استماعهم على أمل أن نلتقي في حلقات أخرى وبرامج أخرى إن شاء الله. دمتم بأمان الله.